بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حضرة سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. شباب السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. راح نتكلم إن شاء الله بإذن الله في السيشن بتاع اليوم والسيشن اللي جاي، يعني الحلقة اللي جاية، تحت العنوان Adding Drop Shadows. وفي الدروب شادوز انا بنتكلم عن نقطتين اتنين سبيسيفيك. النقطه الاولى بتاعت سيشن اليوم تكست شادو بروبرتي، النقطه الثانيه كانت خاصه بالبوكس شادو، ده ان شاء الله راح نتكلم عنها في الحلقه اللي جايه. التكست شادو يا جماعه، الشادو من اسمها ظل، يعني كان طبعا في محاولات كتير للديزاينرز ان هم يحاولوا يحاكوا الشادو، ناس كانت بتستخدم صور وناس كانت بتستخدم بوردر وناس كانت بتستخدم وهكذا، كان في محاولات كتير إيه علشان كده ظهر التأصيل من الناس من المنظمة اللي بتطور الويب، بانها خلتهم ان هم ممكن يعملوا لي الشادو ده باستخدام جاست امر برمجي واحد بس، اللي هو راح نكتبه احنا مع بعض تكست شادو. نتأمل كده اللي معانا يا جماعه، ديفيجن مفهوش غير كلمه بوردر راديوس من السيشن بتاع الحلقه اللي فاتت، خلونا نغير بوردر راديوس ديت ونكتب مكانها تكست شادو، تمام، ومارجن تكست الاين وفونت سايز وكلر، تمام يا جماعه. اوكي انا ما عنديش اي حاجه ثانيه. البروبرتي بتاعتي يا جماعه بتكون عباره عن تكست وهايفن والداش الصغيره ديت شادو، تمام، وبنبتدي نحط القيم بتاعتنا يا جماعه، تمام. خلوني اكمل. طيب انا وانا هنشرح وانا هنحاول نتكلم بنوع من انواع التفصيل عن السنتكس بتاعتها. انا هكتب يا جماعه 2 بكسل وايت سبيس مسافه 2 بكسل وايت سبيس مسافة، يعني اقصد 8 بكسل 8 بكسل وايت سبيس، بعدين هكتب الباوند ال اف اف 0 2 3 4 وافنش الامر بتاعي واعمل كنترول اس، تمام. خلونا طيب نشوف التأثير بتاع السيناريو ده بريفرش، ده النتيجة اللي ظهرت معايا، تمام. يبقى هي من اسمها مسؤولة عن انها تعمل لي شادو يا جماعة، تمام. طب خلونا نفصل كده القصة بنوع من انواع التفصيل، تمام. اول نقطة يا جماعة او اول قيمة انا حطيتها ل 2 بكسل دي يا جماعة بيسموها الاكس اوفست، بمعنى ادق الهوريزونتال شادو، بمعنى ادق الشادو الافقي يا جماعه. الشادو الافقي ده المسافه الافقيه ما بين النص الاساسي وما بين الظل الافقي اللي على المحور اكس يا جماعه، تمام. يعني انا كنت حاططها هنا 2، لو انا خليتها 20 ايه اللي هيحصل؟ هتلاقي ان اهو المسافه بعدت شويه. طب يا جماعه لو انا خليتها مش 20، لو انا خليتها المره دي 80 بكسل، تمام، وعملت ريفرش، هلاقي ان اهو بصوا انا حرف التي اهو، او ده كده حرف الاي، الشادو بيجي في التي هنا، شوف حرف التي اهو والشادو بتاعه، يعني هو بيبتدي يبعد عن البتاع بمقدار ال 80 بكسل، تمام يا جماعه. اوكي كما اني لو غيرت القصه، انا وانا بتكلم عن اني بحط قيم بوزيتيف، يبقى انا بمشي في يمين خط العدد، تمام. لما بنيجي نتعامل يا جماعه انا بنتعامل كاني بنكلم الشكل، بنكلم البروبرتي، بنكلم الالمنت ده، مش كاني انا اللي مكانه، يعني انا بنكلمه فبقول له قيمك بوزيتيف، فبياخد اهو موجب ابتدى يروح يمين خط العدد. لو انا قلت له سالب 80 بكسل يا جماعه وعملت ريفرش، هلاقي ان القصه تيجي على الناحيه الثانيه، يعني ده حرف الدبليو والشادو بتاعه اهو ديت نفس السيناريو ده لو كانت القصة على الاكس اوفست او على المحور الافقي، تمام. خلونا نرجعها 2 يا جماعة، او بمعنى ادق خلوني اخليها 0، تمام، عشان الناس ما تصابش، خلوني اخليها 0. 0 معناه ان انا مش عايز احط شادو على المحور الافقي اللي هو الاكس اوفست، لكن انا معايا 2 بكسل على المحور الرأسي. لو انا خليتها 20 بكسل يا جماعة، انتوا عارفين القصة، هو هيبتدي ياخد لي 20 بكسل شادو، متفقين يا جماعه؟ طيب لو انا خليتها 80 بكسل على المحور واي، الكلام هتلاقيها ابتدت تنزل تحت شويه، اوكي؟ لو انا خليتها سالب 80 يا جماعه بكسل وعملت ريفرش، هلاقي ان القيمه ابتدت تطلع لفوق شويه، يعني ادي الدي ابتدي يطلع لفوق. المساله طبعا واضحه عند الناس، اوكي؟ خليني ارجعها طيب ل 20 يا جماعه، نفس القيم بتاعي 20 بكسل على الرأسي، تمام. انا اسف هي كانت 2، خلونا طيب 2 بكسل ونرجع ديت برضو 2 بكسل وعملنا كنترول اس وريفرش، تمام، كده 2 بكسل على المحورين. الجانب الثاني كان خاص بال 8 بكسل، ال 8 بكسل القيمه الثالثه ديت يا جماعه بنسميها البلر اور راديوس، بلر راديوس يعني درجه الوضوح للظل من عدم وضوحه، يعني هي 2. طيب لو انا خليتها 20 كده واشوف اللي هيحصل ايه، 20 بكسل وركز كده في اللي هيحصل، ها بلر
التأثير بتاع ان الشادو ابتدى يوسع كده شويه منك ويبقى ايه بلر. ده الفكره. لو انا عليت طيب ممكن تبان اكتر. يعني لو خليت دي 10 بكسل يا جماعه، لو خليتها 10 بكسل هيبان شويه ان البلر اللي هي التنعيم ده. الناس اللي شغاله فيديو اديتنج تفهم كويس يعني بلر، بس ان امور متزغلله كده اول ما تصحى من النوم ولا بتاع. دي القيمه المسؤوله عنها تعمل البلر ذات يا جماعه. تمام، خلوني ارجع القصه للاثنين وارجع برضو المشوار بتاعي للثمانيه. عايز اقول ان القيم الريكوايرد في البروبرتي تكست شادو هم اول ثلاث قيم. القيمه دي مش ريكوايرد على فكره يا جماعه، انت ممكن ما تحطهاش عادي. انا عملت كنترول اكس ممكن ما احطهاش، ممكن والمساله تمشي بشكل طبيعي يعني. تمام، الريكوايرد الاكس اوفست والواي اوفست والبلر. اللون ده يا جماعه مش شرط ان انت تحطه طبعا، ده ايه القصه بتبقى اوبشن، انت ممكن تغيره طبعا. يعني لو انا قلت مثلا غيرت القصه دي وخليتها مثلا ب سي 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 هايفن على اللون الرصاصي وعملت ريلود، الاقي ان المساله بقت باللون الرصاصي. لو انا مثلا ماشي اوكي، خلونا طيب ندخل على الامر الثاني. يعني هو النقط دي انا حبيت ده التأصيل بتاع المحتوى اللي احنا عايزين نشرحه. اللي جاي يا جماعه عباره عن امثله، الامثله بنحاول نوضح فيها امكانيات القصه دي. طيب المثال اللي معانا تكست شادو اون وايت تكست، يعني انا هنخلي اللون يعني انا حاطط لون ابيض وهعكس القصه، هخلي الهاش بتاعي بثلاث اصفار او ست اصفار. الناس عارفه ثلاث اصفار يعني ست اصفار، انا هستخدم اللون الاسود يا جماعه. دهيت تقدر تسميه، لو انا كمان خليت البتاع ديت البلر 4 بكسل يعني يبقى الموضوع كده بصراحه جميل جدا. طيب التاثير ده يا جماعه اللي انا عايز نقوله، المساله في الـ في الـ في الـ في الـ في الديزايننج، انت مش عايز يعني انت مش عايز تطلع غلطات. تمام، الفكره الاساسيه اللي بيستخدموا، او مش عايز نقول بس انا يعني الديزاينرز بيميلوا ان هم يستخدموا التباين مع الشكل والارضيه لما يحب يعمل شادو. ويعني مثلا ادي اهو عمل خلى اللون ابيض وراح مستخدم شادو لونه اسود، ده بيحقق لك اعلى نسبه تباين بيقولوا عليها يعني. تمام، او العكس خلي النص اسود ولون ابيض، خلي الخلفيه بيضاء. المهم ده بيحقق لك نوع من انواع الجانب الجمالي يا جماعه، الناس فاهماني؟ تمام، اوكي. الجانب الثاني راح نتكلم عن مثلا تأثير جميل خالص، ريد نيون جلو، تأثير لمبه نيون كده. تمام، فهنصفر الاكس اوفست وهنصفر الواي اوفست وهنخلي دي ثلاثه وهندي لها اللون احمر يا جماعه. تمام، اللون الاحمر بس بقيمتين يعني اف اف صفرين. تمام، ده تأثير جميل شوية يعني، بيدي لك زي تحس ان هو متحبب شوية كده. تمام، انت ما عملتش شادو على الاكس والواي لكن عملت بلر باللون الاحمر ده. تمام، فادي لك تأثير جميل خالص، كأن الكلام منور بلمبة نيون. الكلام ممكن يوضح اكتر لو انا استخدمت خلفيه عكس اللون الاحمر. يعني انا لو استخدمت اللون الاصفر في الخلفيه هلاقي ان الشكل جميل جدا، بس انت تحس ان الكلام منور. ده تسين احساس. تمام، المثال الثالث خلونا نتكلم عن في المثال ده تكست شادو هوز ريد اند بلونيون. كلامات جميل، نقطه جميله خلاص عايزين نقولها للناس ان انا ممكن اعمل ايه في التكست شادو. انا معايا اهو اروح اعمل ايه جاي في الاخر يا جماعه، واروح واخد وايت سبيس وعامل كوما بجد وكم اروح اكتب قيم تاني، هكتب قيم تاني بجد، صفر وصفر، وهخلي المره دي 5 بكسل على البلار يا جماعه، وهخلي باوند مع هعكس القصه 4 اصفار و2 اف. انا رحت كده ايه يا جماعه، انت عارف الاثنين دول الاول اثنين للار، ثاني اثنين للجي، ثالث اثنين للبي، فانا صفرت ايه؟ صفرت الار وصفرت الجي ورحت للبي، يعني انا واقع في دايره اللون الازرق مع اللون الاحمر يا جماعه. تمام؟ لو نعمل كنترول اس ونشوف التاثير ده، يعني انا عملت شادو باللونين، لون هيتحط في الاماميه ولون هيتحط في الخلفيه. لو انا عملت ريفرش كده الاقي ان التاثير جميل خالص. تمام؟ انا عندي اللون الاحمر يعني اي نعم ممكن يكون مش ظاهر شويه بس هو موجود، لا زال موجود، فده ميكسد ما بين لونين، تاثير اللون الاحمر ب 3 بكسل واللون اللي تحت 5 بكسل، عشان كده تحس ان اللون الازرق هو الواضح شويه، في حين انا لو عليت اللون الاحمر وخليته مثلا 7 بكسل هيبان شويه اللون الاحمر، ويبان ان اللون اللي في الخلفيه هو اللون مين؟ اللون الازرق. فانت ممكن تحط عادي، ممكن تحط لون 2 3 از يو شو، زي ما انت حابب يعني. تمام، اوكي، جميل خالص. خلونا نتكلم عن اخر مثال معانا، وايت ويز بلو شادو. المره دي هنستخدم ثلاث نقط،
تمام. بص التأثير ده اتعمل ايه، عمل تكست شادو راح حاطط لي هو واحد بيكسل على الاكس اوفست تمام. الامثله ديت يا جماعه انا مش جايبها من عندي، الامثله ديت اوريدي موجوده او انا كانت موجوده على دبليو 3 سكولز، انا حبيت نشاركها معاكم يعني تمام. وبعدين راح حاطط 2 بيكسل على البلر وقال لي انا عايزك انت بلاك، هو ممكن طبعا يصرح بشكل مباشر على اللون يا جماعه، فاكرين ان انتوا عارفين طبعا الديكلاريشن بتاع اللون ممكن استخدمه زي ما انا عايز تمام. انا المره دي هقول له والله بلاك اوكي، ده بالنسبه للنقطه الاولانيه. وبعدين كوما تمام وصفر صفر، والمره ديت ما استخدمش قيم فيكسد بجد. اه والله راح مستخدم لك واحد ايه، هو بيحاول يلفت يا جماعه بنحاول نلفت الانتباه، لان انا ممكن استخدم انفس، ممكن استخدم ريلاتيف يونتس عادي خالص، هو واحد ايه وراح حاطط لك اللون مع اللون الازرق يا جماعه تمام. ده الليفل الثاني، ده المستوى الثاني تمام. وراح واخد كوما وراح قال لك صفر مع صفر مع 2/10 ام مع اللون الازرق برضه يا جماعه تمام. هو عايز يستفاد من ان يبقى عندك درجتين، درجه للون الازرق ودرجه تعمل لك شادو للشادو بتاع اللون الازرق، فاهمني؟ يعني هي هتبان بتاثيرها جميل جدا بصراحه تمام، او ده شكل تمام. فانت عندك شادو لونه اسود، هو اللون الاسود اللي قريب ده، بعدين شادو بمقدار 1 ام لونه وانا ام لونه ازرق، بعدين هتحس بان الكلام مرسوم مره تاني من ورا، لان في شادو بمقدار نص ام او 2/10 ام لونه ازرق، فتحس الحروف مكتوبه برضو لان فيها سبريد. الكلام ده تاثير، وواحد من ضمن التاثيرات الجميله خالص، انت بس حاول تستكشف القصه وحاول تحط ايدك فيها، وخصوصا يعني مع الالوان الجولد، يعني اللون الذهبي ممكن يعمل شغل جميل جدا مع درجات مختلفه من اللون الاحمر واللون الاسود يا جماعه. بجد الامر يستحق ان انت تجربه يعني. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.